صورة ورواية. رواية اليوم راح تكون تكملة لواش شفتوه في الحلقة الماضية. فمن بعد ما كملنا السير بعد الزوبعة الرملية اللي شفتوها، لقينا شخص كبير في العمر كان مع العائلة تاعه، كان عايش في ظروف جد صعبة بسيطة مثل كثير من الرحالة اللي نعرفوهم ولا اللي شفناهم في الرحلات تاعنا. السيد اللي شفناه ما كانش كأيها الناس، كان إنسان جد بسيط، والضحكة تاعو اللي كنت نشوفها كانت تبعت فيه أمل كبير، رغم أنه طاعن في السن والعلامات اللي في وجهه تبين الأحداث اللي جوزهم في حياته والصعوبات اللي مر بها، إلا أنه كان دايما يضحك ويشجعني باش دايما نمشي في الحياة هذه. وعمري إذا نقول اليوم النهاية إذا فشلت ولو مرة في حياتي. الصورة هذه نقدر نقول لكم أنه صورتها بقلبي قبل عيني، لأني تأثرت بالسيد وش كان يحكي معايا، أعطاني نظرة واحدة أخرى على الحياة، حتى أنه الصورة هذه شاركت بها في دورة عالمية اللي هي دورة African Geographic، وقدرت نكون ما بين 35 مصور الأوائل في المسابقة هذه، ما بين أكثر من 7400 صورة مشاركة.